اول حاجه ما تنساش تعمل الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يجي كل جديد. ده احد اعضاء فرقه استرو، اسمه طبعا موني بين، كل عارفه. توفي في عمر 25 عام. طبعا دي احد فيديوهاته، هو من فرقه استرو. في ناس بتقول ان هو توفي بنبض بتاع قلبيه، سكته قلبيه، وفي ناس بتقول ان هو راحوا له البيت لقوه مات مره واحده. لحد دلوقتي بيشوفوا خبر اختفائه، وفي ناس اتهمت احد اعضاء الفرقه التانية بان هو المسؤول عن وفاته. طبعا محدش يعرف حاجه لحد دلوقتي، بس التحقيقات شغاله، ولو حصل اي جديده اللي عندنا في القناه اشترك في القناه عشان يجيلك كل جديد.